السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة متنساوش لايك سبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. طفيو الضو، ديروا الكيت وشدوا شي كوان خاوي. مشينا كيف العادة مع 8 د الليل خارج من الخدمة بحال كل ليلة، ولكن ديك الليلة ما كانش بحال اللي سبقوها. بقيت مع ولاد الحومة كنشيشو حتى وصلت 12 ونص ديال الليل. ما حسيتش بالوقت، نط وانا خايف وقلت باللي الدار يتخلعوا عليا. قلت للدراري بلي راني تعطلت وتميت غادي في حالي. الطريق كانت من ديما خاوية، وكان خاصني ضروري ندوز على واحد البلاصة فيها المقابر باش نوصل لدارنا. هادي كانت طريقة مختصرة وكان وصل داغي. وانا دايز من تماك سمعت واحد المرأة كتعيط ليا بسميتي، كتقول لي عالي. ملي درت تصدمت، فين كتعرفني هادي وفين كتعرف سميتي؟ كانت جالسة حدا واحد السقاية الماء اللي ما بقاوش كيخدموها الناس من شحال هادي، والماء فيها مقطوع. قلت اش كدير ديك المرأة في هاد الوقت هنايا؟ مشيت لعندها قلت غنشوف شنو باغا مني. قربت ليها وقلت ليها ياك لاباس الوالدة؟ قالت لي عاوني يا ولدي، جيب لي داك السطل. اللي مشيت جيت السطل بان لي عامر بالماء، ما فهمتش كيفاش عمراتو بالماء وديك السقايه كيف ما قلت لكم خاسره وما بقاش فيها الماء. بقيت مستغرب، مراه في العمر ديالها وجالسه هنايا بوحدها. قلت وانا مالي، المهم غندير لها داكشي اللي بغات. شفت فيها وقلت لها على الراس والعينه الوالده. واخا كانت كبيره في العمر كانت مراه زوينه، البشره ديالها بيضاء وعينيها خضرين، لابسة جلابة كحلة ودايرة درة كحلة. يلا تحنيت باش نهز السطل، درت لعندها حتى لقيتها عند وجهي، وكان وجهها كحل، ما بقاش فيه داك البياض اللي كان، وعينها تقلبوا ولاو كاملين بيضين، وحوايجها ولاو كاملين مقطعين ومكرفصين، عامرين بالتراب وبالدم. رميت داك السطل من يدي ومشيت كنجري، وتميت غادي كنجري بلا ما نتلفت للور قبل ما تقيسني ولا تدير فيا شي مصيبه. مشيت كنجري نيشان للدار، وصلت وانا كنهش وبزز باش كنطلع النفس. كنا ساكنين غير مع جدي حيت دارنا مازال كتبنا. جلست في الدروج كنرتاح قبل ما نطلع. دخلت للدار وانا كنتمشى على صباعي باش ما نديرش الحس. والدي الا عرفني تعطلت غيطرا شي مشكل في هاد الليله. غادي كنت سلت حتى بان لي شي واحد جالس في الكرسي في الصالون. ملي حققت مزيان بان لي جدي، قال لي عالي اش هاد الوقت جاي فيه؟ اجي بغيت ندوي معاك. مشيت لعندو وانا خايف لا يقول الوالد بلي تعطلت. قلت لي غير اسمح لي يا جدي، عارف الوقت تعطل، ولكن راه بقاو شاديني صحابي وما رديتش البال للساعه. شاف فيا وقال لي مال وجهك صفر وكترعد، اشنو واقع عليك؟ بقيت كنشوف فيه وانا متوتر وقلت ليه كاين والو جدي، غير كنت كنجري باش ما نتعطلش على الدار. شاف فيا وبقى ساكت ويقول لي واش شفتيها؟ خرجات ليك ياك؟ ملي قال لي ديك الهضره تخلعت، حسيت برجليا فشلوا عليا، ما بقيتش قادر حتى نوقف عليهم. سكت وما عرفت ما نقول ليه. شدني من يدي وقال لي اجي جلس حدايا ولدي. جلس في الكرسي مقابل معايا وقال لي اجي بغيت نهضر معاك. جر الصينيه اللي كانت مقابله معاه اخواننا لويزا بجوجنا، اخوة لويزا، وبدا داك الدخان طالع وانا حاضيه وساهي. قرب الكاس لعندي وقال لي خذها ولدي، حاول تهدن شويه. قاطعني صوت جدي اللي قال لي انت ما بقيتيش صغيره عالي، انت راك كبرتي وليتي راجل، ولكن هما ما كيفرقوش ما بين الصغير والكبير، كل شي عندهم واحد. كاين شي اوقات مسموح لينا ندوزو من ديك البلاصه، اوقات اخرى لا، محرمه علينا اصلا ديك البلاصه. قال لي دوك المقابر عندهم مواليهم. شفت فيه وقلت لي كيفاش مواليهم؟ ما فهمتش. قال لي كائنات اخرين من غير البشر، من ديما والدينا كانوا كيخلعونا وكيقولوا لنا ما نخرجوش من مورا المغرب، لدرجه انه اللي كيأذن المغرب كتلقى كلشي داخل دارو
وتا شي واحد ما كيقرب لديك البلاصه. وقعوا بزاف د الحوايج، شي حوايج الا شافهم الدري الصغير يشيب. خرجت في عيني وبديت كنقول لي بحال اش هاد الحوايج، اشنو كيطرى؟ الكاس ديال جدي لويزا قرب يسالي. قال لي اسمعنيش غنقول لك، واش فايت لك سمعتي بقصه عيشه قنديشه؟ هاد المراه زوينه بزاف، واللي شافها كيتبهر بجمالها. اغلبيه كانت كتخرج للرجال، واللي تاقو مشى معاها كانت كتقتلو. كيقولوا باللي نقطه الضعف ديالها هي العافيه، هادي هي الحاجه الوحيده اللي كتخوفها. أتبالك من الفوق عاديه فحالها فحال الناس العاديين، ولكن الا شفتي في رجليها غيبانوا لك ماشي ديال بنادم. باقي كنعقل واحد المره كانوا شي رجال دايزين، بانت لهم واحد المره كانت دايره لتام كيبانوا غير عينيها، ما فهموا والو. قربوا منها وملي شافوا في رجليها تصدموا، كانوا رجليها ماشي ديال بنادم. عرفتي اش داروا؟ حيدوا العمامات اللي على راسهم وشعلوا فيها العافيه، واللي شافت هي العافيه وهي تهرب. تبخرات ما بقاتش كتبان. قلت لي هادشي اول مره غنسمعو، ولكن اللي ما فهمتش علاش كتعاود لي هادشي. وشنو علاقتها بهاد المراه اللي شفت؟ قال لي ما تزربش ولدي، صبر انا جايك. كان اقل من اللي كنت صغير، كانت عندنا واحد البنت زوينه، كلشي كيشوفها كيتبهر بزينه. كان شعرها كحل كحل فحال الليل، وعينيها خضرين، اللي شافهم كيبقى غير حال فمو فيها. كاع الدراري ديال الدوار كانوا كيبغيوها وكيحماقوا عليها وبغاو غير يتزوجوا بها، ولكن هي ما كانت باغيه حتى شي واحد. كانت عايشه مع الوالد ديالها، وملي مات بقات بوحدها، ومن تما كثرت عليها الهضره وكثر عليها الغادي والشاي. والرجال كانوا في حال الدياب طامعين فيها. وخا هكاك هي كانت قويه وكتدافع على راسها، وما كتخلي حتى شي واحد يقرب منها. بقات على داك الحال، اللي قرب منها كتدافع على راسها. واحد المره كانت غاديه تسقي الماء من ديك السقايه اللي حدا المقبره. كانت هذيك السقايه هي اللي خدامه في الدوار كامل، الناس كاملين كانوا كيجيبوا الماء من تماك. فوقيت العشاء، كان ديك الساعة الظلام طاح وتمت غادية باش تجيب الماء. كانت الدنيا خاوية، ولكن من سوء الحظ ديالها اللي كانت كتعمر الماء، كانوا واحد جوج رجال تماك كانوا معروفين كيضلوا يكميو وحدة المقبرة. سمعوا صوت الماء اللي كان مطلوق، ملي طلوا شافوا البنت تماك، قالوا نشدوها ونسهروا عليها هاد الليله. واحد وقف من موراها شد ليها فمها باش ما تغوتش وزير عليها. هزوها بجوج ومداوها لجهة المقبره، وتماك ولدي اغتصبوها. هي عيات ما تغوت وتطلب فيهم، ولكن ما رحموهاش. المورا ما سالو منها، خافوها على تفضحهم وقالوا بلي خصنا نصفيوها عليها. واحد منهم كان هز جنويه، بقى كيضرب فيها كيضرب فيها حتى دام الأمانة أمانتو. ملي ماتت بقاو مجرجرين حتى للدار اللي كانت ساكنة فيها. صبحنا داك الصباح على صوت الغوات، ملي طليت من الشرجم بانت ليا هي، كانت كلها دمايات والناس طايرين بها. ومن تماك وقعوا بزاف الحوادث، ولينا تقريبا كل شهر في داك النهار كنلقاو شي راجل ميت. المشكلة ما كيكونش مضروب، كيكون ميت وصافي، حتى شي حد ما كيعرف السبب. مع المدة كترو الشائعات، والرجال اللي قدروا ينجاو منها عاودوا شنو وقع. قالوا بلي ديما كتكون جالسة في داك النهار، يعني اليوم، حدا السقاية المقابر. في الأول كتبان لك زوينة، ولكن غير كتقرب منها كتبدا دير في عايلها، كتسيف وكتبغي تقتل، ما كتفرقش ما بين صغير وكبير، وما كتفرقش ما بين اللي اداها واللي لا، حيت بالنسبه لها الرجال كلهم بحال بحال. قلت ليه يعني اجدي هاد المره اللي شفت دابا هي اللي كتعاود لي عليها؟ قال لي بالضبط ولدي، داكشي علاش كنحمد الله حيت جيتي بخير وما طرا لك والو. عافاك ولدي، ما تبقاش تدوز من ديك البلاصه، ولكن المشكله ما كايناش غير هنا. ما بغيتش نخلعك، ولكن راه اي واحد جات عينيه عليها كتبقى تابعه حتى كتصفيها له. تما كتصدمت، جدي تا دخل عني وكمل على ما بيا.
قلت ليه ياك كتكون اصلا تماك غير حدا السقايه صافي كاين الحل، ما بقاش ندوز كاع من ديك الطريق وغنهني راسي. قال لي كنتمنى هادشي يا ولدي، كنتمنى ما تعاودش تشوفها مره اخرى. ناض الواليد وشعل الضو علينا، لقانا مازالين جالسين. قال لينا ياك لاباس فاش كتهضروا في هاد الوقيته؟ قلت ليه والو الواليد، قلت لهم تصبحوا على خير ومشيت لبيتي. ما حليت الباب لقيته عند وجهي، بديت كنغوت بحر جهدي. جا الواليد عندي كيجري، قال لي مالك شنو واقع؟ قلت ليه شي حاجة عندي في بيتي. ملي طل قال لي ما كاين والو، شعل الضو وملي طليت حتى انا ما لقيت حتى شي حاجة. لما يمكنش هادشي يوقع ليا، ياك هي كتكون غير في السقاية. مشيت كنجري عند جدي، ساعة لقيتو دخل باش ينعس وما بغيتش نبرزلو. تميت غادي لبيتي وانا خايف لندخل ليه، حطيت القرآن عند راسي ونعست. موقع والو في ديك الليلة، فقت الغد ليه بكري، فطرت ومشيت لخدمتي. كنت غادي في طريقي اللي موالف ندوز منها، تفكرت الهضرة جدي وقلبت الطريق. كان كيحسب لي هذا هو الحل باش هكا نهرب منها. مشات ايام وجات ايام، نسيت داك الموضوع نهائيا وحيدته من بالي. مبقاش كنفكر في الكلام اللي قال لي جدي، وليت عطاه غير الخدمه وكنحاول ما امكن ندخل بكري للدار. واحد الليله كنت دخلت للدار بكري، هذيك 9 ديال الليل، يلاه دوشت وقديت حالتي باش نتعشى ومشي الناس، حتى صونا لي التليفون. ملي قلبتو لقيتو واحد عشيري عزيز عليا بزاف وكثر من خويا، كان سميتو ايوب. جاوبتو قال لي بغيت نشوفك ضروري، عندي شي مشكل وخاصني نعاود ليك. قلت ليه صافي اجي عندي للدار. قال لي لا لا من الاحسن نتلاقاو على برا. قلت ليه واخا سيدي فين غنجي عندك؟ قال لي انا راه حدا المقبره اللي كندوزو عليها ديما. قلت ليه اين المقبره؟ قال لي المقبره صاحبي اللي في طريقنا، راه غتلقاني جالس حدا السقايه. تماك تصدمت ورجعت ليا كاع الهضره اللي كان قال ليا جدي، ما عرفتش شنو نقول ليه، الهضره تقطعات ليا. بقى كيقول غير الو الو وما كنجاوبوش. من بعد قطع، بقيت شي 2 دقائق وانا غير واقف وكنفكر شنو خاصني ندير. اش داه كاع لتماك ما لقى فين نتلاقاو؟ ياك ما يكون حتى هو شافها. شفت في التليفون باش نشوف التاريخ ديال اليوم. تماك تصدمت، كان نفس النهار اللي كنت شفتها فيه. خاصني ضروري نمشي لعندو ونبعدو من تما قبل ما توقع شي كارثه. مشيت لبست عليا شي حاجه وخرجت كنجري لعندو، كنصوني ليه ما كيجاوبنيش. وصلت لديك البلاصه ولكن ما لقيتش صاحبي، بقيت كنعيط بحر جهدي ولكن ما جاوبنيش. ما عرفت ما ندير. شويه وانا نسمعها هي، سمعت صوتها كتعيط ليا بسميتي عاوتاني. درت شفت فيها، كانت حانية راسها وجالسة في الأرض. ما عرفت ما ندير في ديك اللحظة، قلت هادي الخرا ليا. بقيت هابط من راسها حتى وصلت رجليها، وفعلا ما كانوش ديال بنادم. في ديك اللحظة جمعت كاع الشجاعة اللي عندي وغوت عليها وقلت ليها فين هو صاحبي. ما جاوبتنيش، شعلت البيل ديال التليفون وسميت داخل المقبرة، وفي نفس الوقت كان صوني عليه. كان سمع تليفونه كيصوني ولكن كان بعيد عليا شوية. بانت ليا هي وقفات وجاية تابعاني. في ديك اللحظة جريت، كان شدني السخفة وما قادر حتى نجري. بقيت غير غادي كنجري في داك الليل وفي الظلام، ما كان عرفش راسي فين كنعفط، حتى تعكلت مع شي حاجة وطحت. ملي ضويت وضربت البيل بان ليا صاحبي ايوب طايح في الارض والدم خارج ليه من فمه. مشيت لعندو وكان فيق فيه، كنقول ليه نوض. بديت كنبرك ليه على صدرو حيت ما كانش كيتنفس. شويه بدا كيكحب ولكن ما قادرش يهضر، غير كيشوف فيا. بقيت كنقول ليه خليك معايا انا غنخرجك من هنايا، تيق فيا. كنقول ليه ديك الهضره وانا ما عارفش واش بصح نقدروا نخرجوا من هنا ولا لا. هزيتو فوق ظهري وتميت غادي خارج، لقيتها عاوتاني واقفة قدامي. رجعت قلبت الدورة وتميت غادي كنجري، وخا صاحبي كان تقيل وهزو في ظهري. ما عرفتش ديك القوة منين جبتها، يمكن باش كتكون خايف كدير شي حوايج اللي ما تقدرش عليهم وانت في الحالة العادية ديالك. شوية حتى بدات كتغوت،
الغوته ديالها كانت كتضر في الودنين، ما عرفتش كيفاش الناس اللي دايرين بهاد البلاصه ما كيسمعوهاش. جريت حتى عييت وقلت صافي راه بعدت عليها. من بعد لقيتها عاوتاني قدامي، ملامحها تسيفو، مبقاتش ديك المرة الزوينة اللي كنت شفتها في الأول، ولات كتخلع. كانت معصبة مني بزاف حيت يمكن اعتقد صاحبي. قجاتني صاحبي اللي كنت هازو في ظهري، طاح ليا وطحت حتى انا في الارض. كانت كتشوف ليا في وجهي مزيان وكتبدا تغوت ديك الغوتة ديالها. بديت كنذكر الله وكنشوف صاحبي اللي كان حتى هو كتر مني. بدات كتعفط عليا بدوك الرجلين ديالها. كنت كنتقصح بزاف، ولكن واخا هكا كنت صابر وكنقول غادي نخرج منها. تما كتفكرت الهضره ديال جدي ملي قال لي بلي نقطه الضعف الوحيده ديالها هي العافيه. قلبت جيابي ولكن ما كانش عندي باش نشعل العافيه. تفكرت بلي ايوب كيكمي، مشيت كنقلب ليه حتى هو في جيبه. نط وقفت وحيدت التريكو اللي كنت لابس وشعلت فيه العافيه. بقيت هزو انا كنقرب ليها وهي كترجع باللور. كان باين عليها بلي خايفه وكتغوت. في الاخر غفلتها ورميتو عليها. ما تلفتش اللور باش نشوفها شنو وقع عليها. مشيت هزيت صاحبي وخرجت كنزرب. الهاله ديال ديك المقبره كانت كتخلع وكنسمع بزاف الغوات من مورايا، ولكن ما قدرتش ندور. ماشي غير هادشي، كنت كنحس بشي حاجه كتشد ليا في رجلي وما مخليانيش نخرج. طيحت تليفوني ولكن ما رجعتش باش نهزه. كملت طريقي. ايوب كان مازال كينزف ودمو كيطيح في الارض. بان لي الضو ديال واحد الطوموبيل ومشيت كنجري قاصدو. وقفتو غير بزز ملي شاف داك الدم فيا تخلع وقال لي يا كلابه شنو طاري. قلت لي عافاك عاوني، راه صاحبي مجروح بزاف وخاصنا نديوه للسبيطار. طلعناه اللورو وركبنا ديناه للسبيطار. قالوا لي بلي الحالة ديالو حرجة، دخلوا نيشا المستعجلات. ليلة كاملة وانا في السبيطار، والمشكلة كنت طيح التليفون باش نصوني للدار. صباح صباح وطمأنيت على ايوب. من بعد مشيت للدار لقيتهم كاملين قاسين ومخلوعين عليا، خصوصا جدي بلي شافني في ديك الحالة عرف بلي شي حاجة طرات. جرني وقال لي يا قلت لك ما تبقاش تدوز من تما. قلت لي راك ما فاهم والو جدي، راه صاحبي اللي كان تماك وصونالي وانا تخلعت عليه وكان خاصني ضروري نمشي نبعدو من تماك. قال لي شنو وقع؟ عنقتو وقلت لي كنت كنتخايل بلي ما غنعاودش نشوفكم، شفت الموت بعيني البارح. شاف فيا وكان غير ساهي. قلت ليه جدي مالك، قول شي حاجه ياك ما كاينه شي حاجه مازال ما عرفتهاش. قال لي يا ولدي الحاجه اللي مازال ما عرفتيش هي ان الراجل اللي تعدى على ديك البنت هو الوالد ديالي. بقيت مصدوم وانا كنشوف جدي. قال لي هذه هي الحقيقه، هذيك المراه مني ماتت. الوالد ديالي اعترف ليا بكل شيء من مورا ما ولات كتخرج ليه في كل بلاصه كيمشي ليها، ووعداتو باش تقتل ليه اي واحد عنده علاقه به وفي نفس البلاصه اللي هي ماتت فيها. داكشي علاش ولدي انا بوحدي اللي كاين، خوتي ماتوا وبسببها. وفهمت بلي خصني ما عمرني ما ندوز من ديك البلاصه، خصوصا ملي كتوصل 10 في الشهر. قلت ليه ولكن اجدي علاش بقيتي ساكن هنا هاد المده كامله؟ قال لي كنحس براسي تا انا مذنب، باه هو اللي دار داكشي وحنا كنخلصوه. ما عمرني ما غنسى داك المنظر ملي شفت ديك المراه كلها مضروبه وغارقه في دماياتها. دابا المهم عندي هو انت والوالد ديالك تعيشوا مزيان، خاصكم تمشيو من هنا. قلت ليه ما غنسمحوش فيك، انت غتمشي معانا، انت ما عندك حتى شي دم في هادشي، الوالد ديالك هو اللي دار هادشي كامل. قال لي راه ما عمرها ما تخلينا في التيقار. دازت 3 شهور وحنا على داك الحال. من بعد كملات دارنا في البني وتحولنا ليها، اما جدي بقى عايش تماك وما بغاش يجي معانا. نسيت الموضوع ديال ديك المرأة، وخا وجهها ما عمرو ما غيتنسالي، ديما كنحلم بيها. اما جدي كان قليل فين كيخرج من الدار وما كيقربش نهائيا من ديك المقبره، حيت بانت لي ديك اللعنه ما عمرها ما غتحيد حتى تصفيها السلاله ديالنا كامله. وكانت هذه هي قصتنا ديال اليوم. ما تنساوش تبارطاجيوها، تخليو ليا تعاليق زوينه باش هكا تحفزوني ندير قصص جديده.
الناس اللي عندهم قصص بحال هادي او لا طرات لهم شي حاجه بحال هادي يقدروا يصيفطوها ليا في انستغرام، سواء بالكتابه ولا اوديو. نخليكم ونتلاقاو في القصه الجايه. السلام عليكم.